Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول إلى إعدادي. أهلا بكم مرة تانية في الجرامر الخاص بالدرس الثالث والرابع في الوحدة الثانية واللي بيكلمني عن أبوستروفي إس الملكية. إمتى أحط أبوستروفي إس الملكية وإمتى أحط إس أبوستروفي ملكية؟ ده اللي هنعرفه في الدرس ده إن شاء الله. قال لي أبوستروفي إس الملكية بتيجي عشان تحدد ملكية شيء لشخص أو شخص لشخص، أهم حاجة بتيجي عشان تحدد الملكية. قال لي أبوستروفي إس الملكية بتوضع على الاسم بالمنظر ده، ودايما بتخلي الحاجة اللي بعدها ملك اللي قبلها. يعني لما أقول أحمد زكار، أحمد زكار معناها سيارة أحمد، اللي خلى السيارة دي بتاعت أحمد هي أبوستروفي إس الملكية. أبوستروفي إس الملكية دي خلت السيارة دي بتاعت أحمد، من غير أبوستروفي إس ولا ليهم أي علاقة ببعض. إنما لما أقول أحمد زكار معناها سيارة أحمد. وخلي بالك لما أجي أترجم أحمد زكار ما أقولش أحمد سيارة، لا، لازم أقول سيارة أحمد، بنطق الاسم اللي بعدها الأول وبعدين نسيبه للاسم اللي قبلها. وخلي بالك برضو إن أنا ما بنطقش أبوستروفي إس الملكية إز، يعني ما أقولش أحمد إز كار، أمال اسمها أحمد's كار، جن أحمد's كار. نفس الكلام لما أقول هالاز بوك، اللي خلى الكتاب ده بتاع هالة هي أبوستروفي إس الملكية. أو أنا عايز أخلي الكتاب ده بتاع هالة يبقى لازم أحط الهالة أبوستروفي إس الملكية، يبقى هالاز بوك يعني كتاب هالة، ما أقولش هالة كتاب، وبرضه ما أقولش هالة إز بوك، لا، لازم أقول هالاز بوك، بلزق أبوستروفي إس الملكية في الاسم على طول، يبقى هالاز بوك. طيب، قال لي إن أبوستروفي إس الملكية بتضاف للإنسان أو الحيوان طالما مفيش في آخره إس. يعني لما أقول the cat's leg، the cat's leg يعني رجل القطة، عادي جدا حطيت أبوستروفي إس الملكية للحيوان، خليت الرجل دي بتاعة القطة. نفس الكلام لما أقول the dog's tail، the dog's tail يعني ديل الكلب، واحنا عارفين ديل الكلب عمره ما يتعدل، the dog's tail يعني ديل الكلب، إيه اللي خلى الديل ده بتاع الكلب؟ هي أبوستروفي إس الملكية، يبقى ما أقولش the dog is tail، لأ، أقول the dog's tail اللي هو ديل الكلب. قال لي ان أبوستروفي إس الملكية بتوضع لبعض الأشخاص عشان تبين الأماكن اللي هم بيشتغلوا فيها. يعني عندنا كلمة butcher يعني جزار، لو أنا حطيت له أبوستروفي إس ملكية هيبقى the butchers، the butchers اللي هو محل الجزارة، تاني the butchers اللي هو محل الجزارة، مش مقصود به الجزار كشخص. نفس الكلام baker يعني خباز، ده الشخص. لو أنا قلت bakers يعني حطيت لها أبوستروفي إس الملكية دي تبقى محل الخباز أو المخبز، لكن مش الشخص نفسه. يعني لما أقول the bakers يبقى ده المخبز، يعني معناها the bakers shop، بس هو شال لي كلمة shop. يبقى إذا لما ألاقي أبوستروفي إس الملكية محطوطة للأشخاص دول يبقى بيدينا المحل أو المكان اللي هم شغالين فيه. عشان كده لما أجي أقول I went to the baker or bakers to buy bread، يعني أنا رحت للخباز الشخص ولا للمخبز عشان أشتري خبز، لازم أقول bakers اللي هو المخبز، ما أقولش baker، لأن الشخص ده ممكن يكون متواجد في أي مكان تاني غير المخبز، لكن بقول بروح المكان اللي هو المخبز نفسه عشان اشتري خبز. قال لي ان أبوستروفي إس الملكية بتضاف لبعض التعبيرات اللي بتعبر عن الوقت. شكل ما اقول مثلا الراحة لمدة 5 دقايق، قال لي بقول 5 minutes break، 5 minutes break يعني لما اقول حاجة لمدة قد ايه بجيب للمدة دي أبوستروفي إس الايه الملكية او إس أبوستروفي الملكية. قال لي لو كان المدة دي مفرد شكل ويك، شكل داي، شكل منت، قال لي بحط لها أبوستروفي إس عادي. شكل ما اقول اويكس هوليداي يعني اجازة لمدة اسبوع، هنا اسبوع واحد بس، فبالتالي حطيت له أبوستروفي إس ملكية. طيب هنا بقى بيقول لي 5 minutes break، قال لي الراحة دي لمدة 5 دقايق، هقول لك الخمس دقايق ده اسم جمع شكل ما هنشوف دلوقتي، فعشان كده حطيت له اس ابوستروفي، ويعني انا حطيت لها ابوستروفي بس. ليه؟ لان الاسم الجمع ده بينتهي باس، قال لي لما الاسم الجمع ينتهي باس قال لي بحط ابوستروفي فقط ويبقى اسمها اس ابوستروفي، تاني بحط ابوستروفي فقط ويبقى اسمها اس ابوستروفي. يعني تعال نشوف boys school، boys school معناها مدرسة بنين او مدرسة اولاد. لو انا بصيت هلاقي ان الاسم اصلا boys، boys ده اسم جمع في نهايته ايه؟ قال لي في نهايته اس، قال لي بحط له ابوستروفي بس
ويبقى اسمها اس ابوستروفي. فبالتالي اقول بويز سكول يعني مدرسه بنين. نفس الكلام جيرل سكول يعني مدرسه بنات. قال لي الاس دي اصليه اصلا في الاسم لان اسم جمع بينتهي باس، فبالتالي بحط لها ابوستروفي بس، فعشان كده بقول عليها اس ابوستروفي. لكن انا ما بحطش على الاسم اس وبعدين ابوستروفي، لا انا حطيت ابوستروفي بس وهي بقى اسمها اس ابوستروفي، فبقت جيرلز سكول. نفس الكلام تيتشرز روم. تيتشرز روم يعني حجره المدرسين. حجره المدرسين، المدرسين اصلا جمع في نهايته اس، وروم يعني حجره، فبالتالي قلت حجره المدرسين حطيت ابوستروفي بس. اما لو قلت كده تيتشرز روم هقولك اه، طالما في ابوستروفي اس يبقى اصل الكلمه اصلا تيتشر يعني مدرس واحد، يبقى دي معناها غرفه المدرس. ولما يكون في اس ابوستروفي معناه ان انا حاطط ابوستروفي بس، يبقى اصل الكلمه تيتشرز جمع. ده اللي بيفرق الاسم المفرد عن الاسم الجمع. يبقى اذا كان الاسم جمع في نهايته اس احط ابوستروفي بس ويبقى اسمها اس ابوستروفي. طب قدر يا مستر الاسم جمع وما فيهوش اس، يعني الجمع بتاعه شاز. قال لك لا بحط ابوستروفي اس عادي جدا، يبقى الابوستروفي بس مرتبطه بان الاسم يكون في نهايته اس، الاسم الجمع يكون في نهايته اس. لكن لو ما فيش في نهايته اس يعني جمع شاز، شكل مثلا من. من ده اسم جمع وشاز يعني مش منتهي اصلا باس، فقال لك عادي جدا حطيت له ابوستروفي اس. فلما اجي اقول ملابس رجال بقول منز كلوز، منز كلوز. يبقى انا حطيت ملابس بعد الرجال وحطيت للرجال ابوستروفي اس عادي جدا. ليه؟ لان هي مش منتهيه باس. طيب نفس الكلام تشيلدرين. تشيلدرين بمعنى اطفال. طب الاطفال دي بتنتهي باس؟ قال لك لا خلاص، يبقى انا بحط ابوستروفي اس عادي جدا. فقلت تشيلدرينز ستوريز يعني قصص اطفال. تاني تشيلدرين ستوريز يعني قصص اطفال. قال لك بقى الجمادات والاماكن كده كده ما بحط لهاش ابوستروفي اس ملكيه، بجيب الاسمين ورا بعض والاسم الاولاني بيبقى صفه للاسم الثاني. يعني عندي كمبيوتر سكرين، كمبيوتر سكرين يعني شاشه كمبيوتر. ثاني كمبيوتر سكرين شاشه كمبيوتر، يعني ما اقولش كمبيوترز واحط الكمبيوتر ابوستروف اس الملكيه لانه جمال. نفس الكلام كار بارك. كار بارك يعني موقف سيارات. قال لي ما ينفعش اقول كارز بارك، لا بقول كار بارك لان ده جماد، ما ينفعش احط له ابوستروفي اس ملكيه. نفس الكلام لما اقول سيتي سنتر. سيتي سنتر اللي هو وسط المدينه. قال لي ما تقولش سيتيز سنتر لان ده مكان، والمكان ما بحطلوش ابوستروفي اس الملكيه. يبقى الجمادات والاماكن ما تحطلهاش ابوستروفي اس الملكيه. قال لك بقى ازاي بسال عن الملكيه؟ قال لك انا بسال عن الملكيه دايما بكلمه هوز. هوز معناها لمن او ملك من. تاني هوز معناها لمن او ملك من، ودي اشهر مشهوره في السؤال عن الملكيه. بس قال لك ان هوز ليها تركيبه محدده لازم اكون حافظها بمنظرها ده، اسال بيها دايما لما عاوز اسال عن الملكيه. قال لك هوز ما ينفعش تقف لوحدها، لازم يجي وراها يا اسم مفرد او يجي وراها اسم جمع. تاني ما ينفعش اقول هوز وبعدين اقول از، او ما ينفعش اقول هوز وبعدين اقول ار، لا بقول هوز وبعدين الاسم الاول سواء كان الاسم ده مفرد او اسم جمع. قال لي لو كان الاسم مفرد خلاص فانا بجيب بعده از، اما لو كان جمع فانا بجيب بعده ار. وبعدين قال لي لو كان از بقول وراها ات او ذس او ذات، ات او ذس او ذات. طب لو كان الاسم جمع بعده ار قال لي بجيب بعدها they or these. يعني تعال نشوف المثال ده. It is Ali's pen. يعني ده قلم علي. انا بسأل هنا عن ملكية مين؟ قال لي انا بسأل عن ملكية القلم. فبالتالي هسأل عادي خالص بكلمة whose. whose اللي معناها لمن او ملك من. طيب whose هنا ما ينفعش تقف لوحدها، انا بسأل عن ملكية القلم. اللي بيجي بعدها بصر في اس الملكية هو اللي بيجي بعد whose. فاذا هقول whose pen. Again, whose pen. وبعدين اهو. Is it or is this or is that. يبقى انا كده كملت السؤال بتاع هوز. تعال نشوف المثال التاني. They are Hala's books. They are Hala's books يعني دي كتب هالة. قال لي لما اجي اسأل عن ملكية الكتب قال لي هسأل بكلمة هوز، فهقول هوز. طيب ينفع اقول هوز واسكت؟ قال لي لا، قال لي هجيب اللي بعد ابوستروف اس الملكيه اللي هو بوكس لاني بسال عن ملكيه الكتب، فهقول هوز بوكس. طيب ده جمع يبقى هقول ار، سو هوز بوكس ار، وبعدين اجيب ذاي. هوز بوكس ار ذاي، هوز بوكس ار ذاي. قال لي انا بعبر عن الملكيه كمان بكلمه belong to. belong to معناها يخص او ينتمي الى او ملك.
يعني لما اقول this car belongs to احمد يعني هذه السيارة ملك احمد. لاحظ ان كلمة belongs جي وراها to، بعدها اسم المالك وقبلها اسم المملوك، فقلت this car belongs to احمد. belong ممكن تيجي في اي زمن، فبقول this car belongs to احمد، دي في المضارع البسيط. قال لي لما اجي اسال عن الملكية في الجمل اللي فيها belongs، قال لي ممكن اسال به او ممكن اسال بهوز برضو عادي. لما اسال به تركيبه السؤال هتيجي من الاجابه اللي فوق، هقول هو اداه استفهام، طالما الفعل بتاعي فيه اس فلازم اجيب داز، سو هو داز، ولما اجيب داز دايما بجيب من اول الكلام وارجع فعل الاصله، فهقول هو داز ذس كار بيلونج تو، هو داز This car belong to، يعني العربية دي ملك مين أو تخص مين. أما بقى لو جيت أسأل بهوز اللي هي ملك من، قال لي دي سؤالها معروف، لازم أكون حافظه بالمنظر ده، هسأل بكلمة هوز. أنا بسأل عن ملكية مين؟ بسأل عن ملكية السيارة، فلازم أقول هوز كار. طب السيارة مفرد ولا جمع؟ هقول السيارة مفرد. طب تاخد إيه؟ تاخد إز، فبالتالي هوز كار إز. ممكن بقى أحط إت، وممكن أحط ذيس، وممكن أحط ذات براحتي، بس طالما هنا جايب لي this car خلاص خليها this. So whose car is this؟ whose car is this؟ وبكده يبقى اتعلمنا ازاي نحط ابوستروفي اسم ملكية، وازاي نحط اس ابوستروفي ملكية، وكمان ازاي اسأل عن الملكية سواء بهوز او بهو مع belong to. تعالوا بقى نطبق الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعال يلا نبدأ بكتاب جيم. بقول this is the room، طبعا دي غرفة المدرسين، فأكيد هقول teacher's room. teacher's room طبعا هي متبقاش غرفة مدرس واحد، المدرس طبعا متبقاش له غرفة لوحده، يبقى غرفة مدرسين، فبالتالي هقول this is the teacher's room. اس ابوستروفي لأن الاسم ده جمع وبينتهي بس، فبحط له ابوستروفي بس. اللي بعدها بقول whose shoes are these، هقول they are. طب they are علي's. طب علي ده بينتهي بآي، يبقى احط له ابوستروفي اس ملكية عادي خالص، يبقى they are علي's number دي. اللي بعدها بقول my sister goes to a nearby، اختي بتروح، طبعا هي بتروح مدرسة بنت ولا مدرسة بنات؟ هقول مدرسة بنات. طب البنات دول جمع، ايوه، وفي اخره اس، ايوه، يبقى احط له ابوستروفي بس، فعشان كده هقول girl school. girl school. اللي بعدها بقول this is the A room، it belongs to علي and عادل، يعني ملك علي وعادل. طب يبقى اذا هي غرفة مش طفل واحد، الاطفال. طيب الاطفال ده اسم جمع بس ما بينتهيش باس، فبالتالي هقول children's عادي خالص، ابوستروفي اس الملكية. اللي بعدها بقول this is my e-bike، he bought it last week، هو اشتراها الاسبوع اللي فات، يبقى ده عجلة اخويا لان هو اشتراها الاسبوع اللي فات، اخويا ما بينتهيش باس، وده اخويا واحد، فبالتالي لازم اقول brothers، انا هحط له ابوستروفي اس الملكية عادي جدا. اللي بعدها بقول my e-car was not expensive، they bought it 10 years ago، اشتروها. طب يبقى اذا هي مش عربية واحد بس، ده عربيتهم، والبيرنتس دول جمع، وطالما اسم جمع وبينتهي كمان باس، فبحط له ابوستروفي بس، يبقى parents. parents. اللي بعدها بقول these are my keys، طبعا دي مفاتيح ماما، ماما ما بتنتهيش باس، فبالتالي احط له ابوستروفي اس عادي جدا، يبقى moms. the next، the shoes are on the second floor، the men's shoes. طيب من دي اسم جمع بس ما فيهوش اس في الاخر، فبالتالي بحط له ابوستروف اس عادي جدا. اللي بعدها بقول my mother wants to buy meat so she went to the، عشان كده راحت لمين؟ راحت للبوتشرز، واحنا قلنا يا جماعه بضيف للاسم ابوستروف اس الملكيه عشان اجيب المكان، يعني ما اقولش بوتشر، قال لي لا انا بقول المكان، يبقى بوتشرز. بوتشرز. اللي بعدها نمبر 10، علي بروك ذا ليج يسترداي، علي بروك ذا ليج يسترداي، طبعا هنا قلنا الجمادات ما بحطلهاش ابوستروفي اس، فبالتالي هقول تيبل ليج. تيبل ليج. تعال نشوف المستيكس، بقول ذوز ار ماي براذرز جاكيتس ذي جو تو ذا سيم سكول، هما، يبقى اذا اخواتي دول جمع وعايز اقول الجواكت دي بتاعتهم، يبقى لازم اضيف لهم ابوستروفي اس الملكية. طب هضيف ابوستروفي اس ولا ابوستروفي بس؟ لا، ده اخوات الصبيان جمع عشان نعوض عنهم بذائي، يبقى اذا هضيف ابوستروفي بس، تبقى براذرز. براذرز بالمنظر ده، يعني ما اقولش ابوستروفي اس. اللي بعدها كان يو سي كمالز اند امير كلاس روم
It's on the right. على اليمين. طيب دي حاجة لازم نخلي بالنا منها، ان لما يكون في اسمين بحط أبوستروف في اسم الملكية للاسم الاخير مش الاولاني. فبالتالي هقول كمال and أميرز. تاني كمال and أميرز. يبقى الأبوستروف في اس هتتحط لأمير. اللي بعدها بيقول لي who pencil is this. قلت بس عن الملكية بهوز، يبقى هوز هوز not who. اللي بعدها my uncle's favorite sport is basketball، يعني رياضة عمي المفضلة هي الباسكتبول. طبعا هنا هحط أبوستروف قبل الاس عشان تبقى uncle's، يبقى رياضة عمي المفضلة. اللي بعدها بيقول لي this car is my car and that car is Tom. انا بقول العربية دي بتاعتي والعربية دي بتاعت توم، وعشان العربية دي تبقى بتاعت توم لازم احط لتوم أبوستروف في اسم ملكية، تبقى تومز بالمنظر ده. اللي بعدها بيقول we buy bread at the baker، طبعا احنا بنشتري الخبز من محل الخباز، لان قلنا الشخص ممكن يكون متواجد في اي مكان، لكن عشان اجيب المحل لازم اقول bakers B-A-K-E أبوستروف في اس. تعال يلا بسرعة نشوف تمارين المعاصرة في صفحة 97 page 97 number 1 ايه book is it؟ قال لي it's Alice. طبعا قلنا بس عن عالم الملكية ب whose، يبقى whose book is it؟ it's Alice. تعال نشوف number 2 بقولي this bag is، ومديني لمز ولا لمز sister ولا لما ولا لمز sisters. طبعا هنا هقول لمز، ولمز هنا يعني this is لمز bag. اللي بعدها بقولي this is the they are talking about English. This is the A. وقال لي they يعني هم بيتكلموا عن الإنجليزي. يبقى إذن حجرة المدرسين، والمدرسين ده جمع بينتهي بإس، يبقى لازم أقول teachers. Teachers room. Teachers room. هطلع أبص في بس. اللي بعدها the are Judy and علا. The are Judy and علا. طيب Judy and علا ده بنتين اتنين، يبقى إذن أسماء البنات مش اسم بنت واحدة. طب البنات ده جمع، أيوة، وبنتين بإس، أيوة، يبقى حطوا له أبوستروف بس، يبقى girls name. Girls name. Number five they are not the notebooks. طبعا قلنا the children ده اسم جمع بس ما بينتهيش بإس، يبقى حطوا له أبوستروف إس عادي جدا، أوعى تحط إس أبوستروف. اللي بعدها قول لي these are my jackets they go to the same school. لسه حالين شكلها في جيم دلوقتي. طبعا دي اخواتي، اخوات الصبيان، واخوات الصبيان دول جمع اللي عرفني، قال لي they، عوض عنهم بthey، يبقى لازم اقول brothers اللي اخرها ابوستروفي. اللي بعدها بقول لي the mobiles belong to the belong to the، بجيب وراها اسم من غير ابوستروفي اسم الملكية، يبقى the mobiles belong to the children يعني بتاعة الأطفال. اللي بعدها the tail is black، قلنا القطة أو ديل القطة لونه أسود، وإحنا قلنا عادي جدا الحيوانات بحط لها أبوستروف في اس الملكية. اللي بعدها بقول this is the gate، طبعا بوابة البيت، قلنا البيت ده جماد فبالتالي ما ينفعش أحط له أبوستروف في اس الملكية، فأقول the house gate. The house gate. اللي بعدها بقول whose bag is this، يبقى it's، طالما سألني بهوز يبقى عايز أبوستروف في اس ملكية أو صفة من صفات الملكية. طب دينا ما بتنتهيش بإس فبالتالي أحط دينس أبوستروف في اس. اللي بعدها بقول we will meet at 6 in the، طبعا هنا موقف سيارات اسمه car park، ما تحطش أبوستروف في اس الملكية. he bought a new، طبعا نفس الكلام شاشة الكمبيوتر، الكمبيوتر جماد فأقول computer screen، ما تحطش أبوستروف في اس ملكية. اللي بعدها بقول this car belongs to عمر، قلنا الحرف الجر اللي بيجمع belongs هو to، so belongs to عمر. تعال نشوف المستيكس، بقول the teacher name is Mr. أحمد، يبقى ده اسم مدرس واحد يبقى لازم احط أبوستروف في اس، يبقى teachers بالمنظر ده teachers. The next this is Alice's phone it's new، طبعا ده تليفون علي فبحط العلي أبوستروف في اس الملكية عادي جدا فيبقى Alice. تعال نشوف نمبر 3 بيقول اتس هدى's notebook، طبعا هدى ما بتنتهيش باس فبالتالي احط لها أبوستروف في اس مش اس أبوستروف، فبالتالي هقول هدى's بالمنظر ده. The next when shoes are these، قال لي they are Alice، طالما جاب لي في الاجابه أبوستروف في اس الملكيه او ملكيه يبقى السؤال بتاعي كان بهوز لمن او ملك من. The girl name is لما، طبعا عشان الاسم ده يبقى بتاع البنت لازم احط للبنت أبوستروف في اس ملكيه، يبقى girls.
اللي بعدها بقول له my sister goes to a girl school. قلنا بتروح مدرسة بنات مش مدرسة بنت. فبالتالي البنات جمع وبنتين بس فلازم احط له apostrophe بس فتبقى girls بالمنظر ده. The next, this is Hala's website. This is Hala's website. Hala اسم ما فيهوش اس في الاخر فبالتالي بحط apostrophe اس مش اس apostrophe. فبالتالي تبقى Hala's بالمنظر ده. We buy medicine at the chemist. طبعا هنا عشان يبقى المكان لازم احط الكيمست ابوستروفي اس الملكيه فيبقى chemists. Chemists. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله وتابع معانا ولما فعلش الجرس انزل يلا بسرعة فعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.